للمرة الثانية منذ بدء التصعيد على جنوب لبنان، تستهدف إسرائيل مقر اليونيفيل متسببة في إصابة عدد من عناصرها، لتصبح القوات الدولية هي أيضاً على خط النار المشتعل في جنوب لبنان. هذا الأمر وضع فرضية مقلقة متمثلة في احتمالية سحب البعثة الدولية من الجنوب، وهو ما حذر الخبراء من تبعاته على لبنان برمته. فما تبعات هذا الأمر؟ دعونا أولاً نتعرف على دور اليونيفيل في لبنان. اليونيفيل هي بعثة أممية تشارك فيها العديد من دول أوروبا بهدف ضبط الإيقاع على الحدود الجنوبية في لبنان وفرض السلام ومنع النزاعات، وذلك منذ تأسيسها، حيث يجدد ولايتها مجلس الأمن الدولي. لذا انسحاب هذه القوات من جنوب لبنان وفقاً للعديد من الخبراء ينذر باحتمالية فرض حصار على لبنان من قبل إسرائيل وفتح المجال أمامها للتوغل في الداخل دون أي عملية صد. فما الإجراءات التي ستتخذ بشأن قوات اليونيفيل في لبنان؟